أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين. ذكر الفقهاء شروطا لمن يصح تقليده. من جملة تلك الشروط: ما نص عليه المحقق اليزدي عليه الرحمه في كتابه الشهير العروه الوثقى والذي ما من مرجع من مراجع التقليد الا وكانت له تعليقه عليه. في العروه الوثقى في المسأله رقم اثنين وعشرين نقرا قوله يشترط في المجتهد امور البلوغ والعقل والايمان والعداله والرجوليه والحريه على قول وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزئ والحياه فلا يجوز تقليد الميت ابتداء نعم يجوز البقاء كما مر اي البقاء على تقليد الميت وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل وأن لا يكون متولدا من الزنا وألا يكون مقبلا على الدنيا وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها. ففي الخبر: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه. هذه الشرائط المذكورة قد يكون لبعض الفقهاء فيها نظر او تامل كان يقول قائل منهم ان الحريه مثلا لا تشترط فيصح تقليد العبد او ان يقول قائل اخر انه يصح تقليد المتجزئ فيما اجتهد فيه فلا ضرورة لإطلاق الاجتهاد أي أن يكون مجتهدا مطلقا إلى غير ذلك من أمور لكننا هنا نذكر أن أنه لا بد من إعمال التجديد الفقهي والاجتهادي في هذه الشرائط، في هذه المسألة كسائر المسائل الأخرى. بعض من الشرائط قد تكون قد يكون بعضنا قد أغفلها مع أن لها موضوعية بنحو من الأنحاء. كرؤيه تجديديه في هذه المساله وفي هذه الشرائط نحن نرى ان من الضروره للمجتهد الحاكم وارجو ان يفهم كلامي جيدا المجتهد الذي يكون حاكما لا كل مجتهد، وهو عادة مرجع التقليد المبسوط اليد، ولا أعني من بسط اليد ها هنا بسط يد القدرة والسلطان على الإطلاق بالضرورة، كلا، يكفي أن يكون لهذا المرجع بسط يد بنحو من الأنحاء، الذي يجعل له كلمه نافذه على الامه الامه ترجع اليه في المعضلات ويتحدد مصيرها في السلم والحرب والقضايا المصيريه وما شاكل يكفي ان يكون له مثل هذه الحال أن تكون له هذه الكلمة النافذة فهذا نوع بسط يد. وهذه الحالة متوفرة اليوم في المراجع الكبار. هذه الحالة من بسط اليد متوفرة في المراجع الكبار الذين هم ملاذ هذه الامه ومن الواضح الذي لا يحتاج الى بيان ان المرجع في زماننا ليس كالمرجع في ازمنه سابقه فالمرجع في زماننا له نوع نفوذ حتى على الحكومه في بعض البلدان على السلطان في بعض البلدان على الوضع السياسي على الوضع الاجتماعي فهذا نوع بسط يد يجعله بنحو من الانحاء حاكما نافذ اليد او نافذ الكلمه اذا كان الامر هكذا وهو هكذا فهنالك شرائط اخر لا بد من اضافتها الى قائمه الشرائط هذه من تلك الشرائط التي نراها ألا يكون هذا المجتهد الحاكم جبانا لا بد أن تتوافر أو تتوفر فيه خصلة الشجاعة لا بد كيف نقول او ما هو التقريب الفقهي الذي نستطيع بموجبه ان نقول ان للشجاعه موضوعيه في مثل هذه المساله في مساله التقليد نقول هذا بناء على احاديث تكلمت عن صفة الإمام، وما ينبغي أن يتوفر فيه من صفات، أحاديث وروايات رويت عندنا تعدد صفات الإمام. من تلك الروايات ما رواه شيخنا الصدوق في عيون الأخبار في المجلد الثاني الصفحة 192 (بسنده عن الحسن بن علي بن فضال) عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال: ضمن حديث: للإمام علاماتٌ يكون أعلم الناس. وأحكم الناس من الحكمة وأتقى الناس وأحلم الناس وأشجع الناس التفتوا جيدا وأشجع الناس وأسخى الناس وأعبد الناس إلى آخر الخبر الشريف هذا خبر ينص على ان الامام له علامات منها ان يكون اشجع الناس. خبر اخر. هذا الخبر الثاني ذكره العلامه المجلسي في بحار الانوار في المجلد 25 الصفحه 164 نقلا عن تفسير النعماني عليه الرحمه باسناده عن اسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام ايضا ضمن حديث طويل نقله النعماني في تفسيره او في رسالته في المحكم والمتشابه يقول أمير المؤمنين عليه السلام: (والإمام المستحق للإمامة له علامات) فمنها أن يعلم أنه معصوم من الذنوب كلها، صغيرها وكبيرها، لا يزل في الفتيا، أو لا يزل في الفتيا، ولا يخطئ في الجواب، ولا يسهو ولا ينسى، ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا. والثاني، العلامة الثانية: أن يكون أعلم الناس بحلال الله وحرامه، وضروب أحكامه وأمره ونهيه، وجميع ما يحتاج اليه الناس فيحتاج الناس اليه ويستغني عنهم. والثالث، وها هنا مطلوبنا، يجب ان يكون اشجع الناس، والإمام يعلل لماذا ينبغي ان يكون الإمام اشجع الناس؟ يقول لأنه فئة المؤمنين التي يرجعون إليها إن انهزم من الزحف انهزم الناس لانهزامه الإمام لا بد أن يكون أشجع الناس وأثبتهم لماذا؟ لأن الرعية عادة إذا أرادت أن تفزع إلى أحد، أن تتحيز إلى فئة، أن ترجع إلى فئة، فلا بد أن نفهم أن أول ما يقع عليه نظرها هو إمامها، فتفزع إليه، تفر إليه. تلجا اليه فاذا لجات اليه وكان هو جبانا وقد فر وهرب فهذا يسبب انكسارا في الامه وانهزاما لها بانهزام امامها اما ان كان امام هذه الامه بطلا قويا، شجاعا، ثابتا، صامدا، فهذا كله ينعكس على هذه الامه بالايجاب، فتصمد هي وتتشجع وتتقوى قلوب افرادها حتى يتحقق النصر، وهذا امر واضح. والرابع، يجب ان يكون اسخى الناس. وان بخل اهل الارض كلهم لانه ان استولى الشح عليه شح بما في يديه من اموال المسلمين والخامس العصمه من جميع الذنوب وبذلك يتميز عن المامومين الذين هم غير معصومين لانه لو لم يكن معصوما لم يؤمن عليه ان يدخل فيما يدخل الناس فيه من موبقات الذنوب المهلكات والشهوات واللذات ولو دخل في هذه الاشياء لاحتاج الى من يقيم عليه الحدود فيكون حينئذ اماما لا ماموما ولا يجوز فيكون حينئذ اماما ماموما ولا يجوز ان يكون الامام بهذه الصفه طيب اذن هذان خبران يجعلان من صفات الامام وعلاماته ان يكون شجاعا بل ان يكون اشجع الناس هذا امر واضح وبالفعل نحن نعلم ان اصدق مصاديق الشجاعه كان مولانا امير المؤمنين صلوات الله عليه بعد رسول الله صلى الله عليه واله ولو رجعتم الى كتبنا العل كتبنا الكلاميه كالتي الفها مثلا العلامه الحلي رضوان الله تعالى عليه في شان الامامه لوجدتم ان من جمله ما نستدل به على العدو في ان امير المؤمنين هو الامام والخليفه بلا فصل بعد رسول الله صلى الله عليه واله قولنا انه اشجع الناس وهذا اقر به العدو والصديق عندنا مثلا احاديث لدينا ولديهم وآثار عندنا وعندهم كلها تدل على أن عليا روحي فداه كان أشجع الناس على الإطلاق. من جملة تلك الأحاديث مثلا ما رويناه عن سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه في كتابه عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله لفاطمة عليها السلام في حديث: أما تعلمين يا بني أن من كرامة الله إياك أن زوجك خير أمتي إلى أن يقول: وأشجعهم قلبا. هذا حديث من طرقنا يماثله حديث عند أهل الخلاف من طرقهم أخرجه القندوز الحنفي في ينابيع المودة في المجلد الثاني الصفحة 395 بسنده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام إن الله اطلع على أهل الدنيا فاختار من الخلائق أباك فبعثه رسولا نبيا، ثم اطلع ثانية فاختار من الخلائق عليا، فزوجك إياه واتخذه وصيا، فهو أشجع الناس قلبا. هكذا أشجع الناس قلبا. صفة الشجاعة بل الأشجعية. وقد اعترف بعض أعلام العدو بهذه الشجاعة منقطعة النظير لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أحد هؤلاء الشعبي المعروف أحد أعلامهم مع كونه منحرفا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلا أنه أقر بأن أمير المؤمنين كان الأشجع هذا ما نجده مثلا في أنساب الأشراف للبلاذري في الصفحة 121 يقول قال الشعبي كان علي اشجع الناس تقر له العرب بذلك قتل يوم بدر الوليد بن عتبه بن ربيعه بن عبد شمس واعان عبيده بن الحارث بن عبد المطلب على شيبه بن ربيعه ثم حمل على الكتيبة مصمما وحده. أمير المؤمنين كان يواجه كتيبة كاملة من العدو لوحده مو فقط يواجه يحمل يعني هو يبادر هو يغوص في أوساطهم يحمل عليهم ثم حمل على الكتيبة مصمما وحده وهو يقول لن يأكل العتر ببطن مكة من بعدها حتى تكون الدكة لن يأكل العتر يعني الذبيحة من الشاة التي كانوا يذبحونها لآلهتهم مشركو قريش أمير المؤمنين توعدهم وهو في الحرب يقول أنتم ما راح تاكلون هذه الأكلة بعد خلاص ببطن مكة من بعدها من بعد هذه الحرب حتى تكون الدكه حتى ادككم دكه هكذا يهدده. وهنالك قول لطيف لابن ابي الحديد المعتزلي في شرح النهج في المجلد الاول الصفحه عشرين ضمن كلامه في تعداد خصال امير المؤمنين صلوات الله عليه فمن جمله ما تطرق له خصاله في الشجاعه فقال كلاما لطيفا هذا نصه يقول واما الشجاعه فانه انسى الناس فيها ذكر من كان قبله ومحسم اسم من يأتي بعده، هذا علي بن ابي طالب، في الشجاعة الناس كانت تتذكر قبل علي اسماء لأناس ابطال شجعان كان العرب مثلا يفخرون بهم، كانت الناس تذكر احوالهم، ولكن من ما ان جاء علي بن ابي طالب حتى حتى انسى الجميع من كان قبله من الشجعان، فصار دائما الكلام عن الشجاعة يتمحور حول علي بن أبي طالب، ثم ما حسم من يأتي بعده، من يأتي بعده أيضا بالله عليكم الآن من زمان علي بن أبي طالب إلى الآن هنالك شجعان كثر. اما هات لي شخصا يمكن في الوجدان العام ان نقول انه نافسه او ناهزه في الشجاعه، يعني اي شخص الناس تنظر اليه على انه مصداق للشجاع اكثر من علي بن ابي طالب، من؟ يعني حتى حينما يذكرون مثلا مثل القعقاع، القعقاع بن عمرو التميمي مثلا على اساس انه شجاع وبطل مع ذلك لا تجد مقارنه بين الطرفين ولو في الوجدان العام فيما استقر في الاذهان علي بن ابي طالب في الشجاعه بلا منافس واما الشجاعه فانه انسى الناس فيها ذكر من كان قبله ومحسم من يأتي بعده ومقاماته في الحرب مشهورة تضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة وهو الشجاع الذي ما فر قط ولا ارتاع من كتيبة ولا بارز أحدا إلا قتله ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى ثانية، وفي الحديث كانت ضرباته وترًا، يعني شنو؟ يعني مرة واحدة يضرب، خلاص إذا إجى ضرب لواحد بعد ما يحتاج ضربة ثانية، أي واحد أمام علي بن أبي طالب ياخذ السيف ضربة واحدة خلاص، ضربتين ماكو بعد، أين تحصل على رجل كهذا؟ ولما دعا معاويه الى المبارزه ليستريح الناس من الحرب بقتل احدهما في هذا في معركه صفين والحادثه مشهوره امير المؤمنين ارسل رساله الى معاويه قال له ليش احنا انا وانت لماذا لا نتقابل ونتبارز اينا غلب صاحبه وفرنا العناء على هؤلاء المسلمين الذين يقتتلون الان وخلص الحق له تعال بارزني ولما دعا معاويه الى المبارزه ليستريح الناس من الحرب بقتل احدهما قال له عمرو عمرو بن العاص قال لمعاويه لقد انصفك انصفك الرجل فقال معاوية ما غششتني منذ نصحتني إلا اليوم واضح المفروض أنت تنصحني تعطيني نصاح العدل هذه، هذه، هذا غش من عندك ما غششتني منذ نصحتني إلا اليوم أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق يعني الضارب ينسفني نسف هذا أراك طمعت في إمارة الشام بعدي إيه تريدني أنا أروح حتى بعدين بدلا مما يكون عندك قميص واحد يصير عندك قميصين قميص عثمان وقميص معاوية وتقاتل بهما وتصير أنت أمير الشام بدلا مني يقول ابن ابو ابن ابي الحديد يقول وكانت العرب هذه عباره جدا مهمه يقول وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته في مقابله علي بن ابي طالب يعني واحد اذا يريد يفتخر يقول انا شجاع وبطل يقول انا شجاع وبطل انا وقفت امام علي وقفت امامه. هذا كان عندهم من مفاخرهم انه انا وقفت امام علي بن ابي طالب في الحرب. اما ما تسمع احد يقول انا بارزت عليا وانتصرت عليه. ما تسمع. ولذلك لما قتل علي كيف قتل؟ من الوراء قتل. وهو ساجد قُتل، غيلة قُتل، أما كان يتمكن هذا ابن ملجم أو غيره أنه من أمام وجه علي بن أبي طالب؟ يقدر عليه؟ ما يقدر. طيب، هنا قد تسألني تقول لي شيخنا هذه الأحاديث التي جئت بها أنه من علامات الإمام أن يكون أشجع الناس وثم تطرقت إلى مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام للتأكيد على هذه الحقيقة ما دخلها في موضوع مرجع التقليد؟ المبسوط اليد أو الحاكم من له نفوذ كلمة أو قدرة أو من يتحكم في القضايا المصيرية للأمة، لماذا ينبغي أن يكون أشجع الناس؟ أشجع الناس لابد أن يكون الإمام المعصوم، صحيح الروايات هذه تتحدث عن علامات الإمام المعصوم ولذلك ذكرت أنه لابد أن يكون مثلا معصوما عن الذنوب، فلماذا نجعل هذه الصفة ضرورية في المرجع الحاكم أيضا؟ أقول تنبه، أولا إنا لا نزعم أن الأشجعية شرط وإنما نقول أن الشجاعة شرط، هذا أولاً حتى تتنبه، الشجاعة شرط في المرجع الحاكم، بعبارة أخرى ينبغي أن لا يكون جباناً هذا مهم. زين، الروايات التي ذكرناها صحيح انها تحدثت عن صفات الامام المعصوم، ولكن من نفس هذه الروايات ومن روايات اخرى ستاتينا ان شاء الله تعالى في المحاضرات القادمه، في الاسابيع القادمه ان احيانا الله تعالى، نستفيد أن صفة الشجاعة لها مدخلية في من يكون إماما على الإطلاق أعم من كونه إماما معصوما أو نائبا خاصا أو نائبا عاما كل من تأتم به الأمة في قضاياها المصيرية في موضوعاتها الكبرى لا بد ان يكون شجاعا لعده تقريبات منها حين نقول ان الامام المعصوم من علاماته وصفاته ان يكون اشجع الناس فهذا المرجع الحاكم نائبه وقائم مقامه والاصل يقتضي الاصل يقتضي ان تكون كل صفه متوفره في الامام المعصوم جاريه او ماثله او شاخصه في من ينوب عنه والا لا يكون نائبا ولا يخرج من تلك الصفات الا ما خرج منها بالدليل فاذا قلنا مثلا ان الامام المعصوم اعلم الناس استلزم ذلك ان تنسحب هذه الصفه بذاتها على من ينوب عنه والنائب عنه هو مرجع التقليد الجامع للشرائط فلذا نقول ونحكم بأن اللازم تقليد الأعلم الصفة نجرها نستصحبها هكذا نجرها إلى المرجع الحاكم فإذا نستفيد من هذا التقريب ماذا أو بناء على هذا التقريب أنه كل صفة تتوفر في الإمام المعصوم لا بد ان تكون لها موضوعيه في توفرها في من يصح تقليده وتسليم زمام الامه له ان لم تكن الصفه ذاتها فما دونها يعني ان لم يكن اشجع الناس فالقدر المتيقن ان يكون شجاعا لا ان يكون جبانا هذا تقريب والذي يساعدنا عليه قول بعض من فطاحل الفقهاء ومنهم المجدد الثاني رضوان الله تعالى عليه المجدد الثاني له كلام في موسوعه الفقه في كتاب البيع في المجلد الخامس الصفحه تسعه عشر هناك يعلق من جمله ما يعلق به على مجموعه من الاخبار منها ما ذكره عن رساله النعمان ذاتها التي نقلنا منها كلام امير المؤمنين عليه السلام في تعداد علامات الامام ومنها ان يكون اشجع الناس. هذه الرساله كما قلنا تتضمن خبرا طويلا عن امير المؤمنين. صلوات الله عليه جاء في ذلك الخبر لا بد للامه من امام يقوم بامرهم فيامرهم وينهاهم ويقيم فيهم الحدود ويجاهد العدو ويقسم الغنائم ويفرض الفرائض ويعرفهم ابواب ما فيه صلاحهم ويحذرهم ما فيه مضارهم المجدد الثاني في كتاب البيع من موسوعه الفقه ينقل هذا الخبر وهذا المقطع منه ثم يعلق عليه وعلى سائر الاخبار بعباره مفيده جدا يقول فيها يدل على ان المراد بالامام اعم من المعصوم عليه السلام ونائبه الخاص يعني المراد بالامام في هذه الاخبار ونظائرها هو ليس فقط الامام المعصوم بل اعم منه ومن نائبه الخاص فيعم ذلك كذلك النائب العام وهو مرجع التقليد اذا هذه العلامات لا بد ان ينظر اليها لا بد ان يلتفت اليها كشرائط للمجتهد الذي تسلم اليه زمام امور هذه الامه للمرجع الذي يتحكم في القضايا المصيريه لهذه الامه فاذا ذكرت تلك الروايات صفه الاشجعيه لزم ان نقول في مرجع التقليد من حيث كونه اماما يؤتم به يقتدى به يرجع اليه يفزع اليه لا بد ان نقول اما هذه الصفه او ما دونها كقدر متيقن وما دونها لا يكون الا صفة الشجاعة أي أن يكون شجاعا لا أن يكون جبانا هذا نوع من أنواع التجديد الفقهي الذي لا بد من إسهاب الكلام فيه فنرجئ ما تبقى منه إلى المحاضرات المقبلة إن أحيانا الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين Ah. So...